القديرية البوتشيشية بمداغ بنواحي مدينة بركان التأم 50 باحثا ومثقفا من مختلف بقاع العالم لمدارسة دور التصوف في رعاية الحقوق الأساسية، وذلك في إطار فعالية النسخة السادسة للملتقى العالمي للتصوف الذي تنظمه الطريقة القديرية البوتشيشية والمركز الأورو المتوسط لدراسة الإسلام المعاصر. من بعد أخلاقي روحي يفعل الإنسان حتى يكون إنسانا مسؤولا يمكن له أن يكون منصفا وراعي لهذه الحقوق بصدق وإخلاص، ويتوخى المصلحة العامة ومصلحة المجتمع. أسعى من خلال مداخلتي في هذا الملتقى إلى إبراز فكرة أساس، وهي أن الحقوق في الإسلام هي كل متكامل ومرتبطة بشكل وثيق بحقوق الله تعالى. وحسب منظم اللقاء فإن الحاجة إلى التصوف باتت حاجة مطلوبة في ظل وجود العولمة غير المتوازنة وطغيان البعد المادي في الحضارة المعاصرة، واقع يستدعي التركيز على التربية الروحية لجعل الحقوق الأساسية موجها لقيم معنوية كونية وضمان تدبير متوازن للحقوق داخل المجتمع. الإنسان يحتاج في هذا الظرف إلى الحراك التزكوي ليصنع شيء من الموازنة ما بين الحياة المادية الغالبة وما بين الاحتياج التزكوية التي تطهر وتنقي الإنسان ومسيرته لله عز وجل. رعاية الحقوق بعدما يكون الإنسان قد ربي تربية روحانية عالية تكون بمعنى الواجبات وليست بمعنى الحقوق، بمعنى أنه يفكر فيما يجب عليه قبل أن يفكر فيما له من حقوق. أنا أزعم أنه لو أن الناس كلهم فطنوا إلى ما يجب عليهم قبل أن يبحثوا على ما يجب لهم لتغير وجه العالم بأسره. التصوف ورعاية الحقوق المنهج والسلوك شعار يختزل محاور هذا الملتقى العالمي للتصوف الذي يمتد على مدى 3 أيام، تظاهرة ثقافية وروحية ترم التعريف بفضائل التصوف وغنى الرصيد الروحي للمغاربة
الذي شكل على مر السنين مدارس للتزكية والصلاح أنتجت نماذج رائعة بلغت الغاية في رعاية حقوق الله وحقوق العباد.